الشرف والشهامة، ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي بنشرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد ومحرة ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندلب يزرع فني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 الصبر بيتحلو، بس العوايني رح ينهانوا وينزلوا. والخاين يا ويل ويل ويا ويل من الله، والخاين يا ويل ويل ويا ويل من الله. الله 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 ورحت نادي في هداك اليمين عليها سيدي. يعني بفهم منك حلفت يمين على مرتك بالطلاق ما تفوت بيتك ولا ما تدوس عتبة بيتك؟ شو فرقت سيدي؟ ايه بتفرق كتير يا ابو عادل. والله يا سيدي عيد لشوف عيد، كل كلمة قلت لها اياها. سيدي انا لما اجيت على البيت وما لقيت مرتي فيه طلع خلقي كتير، ولما أولادي قالوا لي إنه مرتي عند جارتها عم تشرب القهوة عندها رحت دقيت عليهم الباب، ولما طلعت لي مرتي على الباب قلت لها هداك اليمين وما بتدوسي عتبة بيتي شهر بحاله، والأولاد بالبيت عم يبكوا بدهن أمهن يا سيدي. استغفر الله العلي العظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت مفتكر هذا الكلام ما بتتحاسب عليه؟ إيش يوم تحلف هيك يمين على مرتك؟ حل يا سيدي، الله يخليك حلها يا سيدي. اصلا انتوا هذا اللي شاطرين فيه، بتحلفوا يمين بالطلاق وما بتعرفوا شو نهايته. وتعال يا شيخ الحاره ولاقي لنا فتوى شرعيه لليمين. مشان الله يا سيدي، اولادي صغار عم يبكوا بدهم امهم، هات ابوس ايدك لاقي لي حل. لا اله الا الله محمد رسول الله. مشان الله يا سيدي. طيب هلا مرتك وينها؟ لساتها عند الجيران سيدي. وما فاتت بيتك؟ ابدا، لاني قلعتها سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بمصلح طبعا أديبه. ما فهمت سيدي. إيه ما رح تفهم علي شيء. قوم معي قوم. لوين سيدي؟ على بيتك مشان حلل لك يمين الطلاق تبعك. الله يخلينا ياك يا سيدي، الله يخلينا ياك. امشي امشي امشي. الله يخير حاتم. السلام عليكم. وين رحت حاتي؟ شفتك طلعت من القهوة رحت كرفتي ورجعت كرفتي. وين رحت؟ روينا أبو مرزوق. مخلوقة أرملة، شو أخذوا عربيتها؟ سلام، هاتوا كاسة شاي لأبو مرزوق خدوا إياها على الدكان. فوز عليه؟ لا نقرت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أبو عادل كمان؟ شاي معلم. رجعوا بطل ضيفه. حرمتك
هي بذاتها سيدي. افتح بيتك لشوف. حاضر. اسمع شو بدي لك ابو عادل. نعم سيدي. انت حلفت على مرتك انه ما تدوس عتبة بيتك شهر كامل وبس. مزبوط سيدي. لكن طخي ظهرك لشوف. شلون سيدي؟ طخي ظهرك وخلي حرمتك تركب على ظهرك وانت حاملها بتفوت على بيتك. نعم سيدي. بدك يعني احمل مرتي على ظهري وامشي فيها؟ ايه نعم. هي ما صارت بنوب يا سيدي. والله ما صارت. مشان الله يا سيدي. والله اذا ما عجبك لاقي شيء غير يفتي لك يمينك. لحظه سيدي، ليش طالع خلقك علي؟ لانه ما عم تفهم الفتوى الشرعيه اللي بدي اياها تصير لتنحل مشكلتك. يعني سيدي ما في غير هالفتوى؟ ما في غيرها. يعني والله مو ظريف احمل مرتي على ظهري وامشي فيها سيدي. والله هذا الموجود يا ابو عادل. ما شو قررت؟ بتحملها وتفوت على بيتك ولا امشي؟ امري لا الله. انا رايح وانت ساوي اللي قلت لك عليه ورجع لعندي على الجامع. اخ منك. تعي لكن تعي تعي. كبي على ظهري. أنا الحق علي. أنا الحق علي. ما رح نقدر نتأخر أكثر من هيك، لأنه من مبارحة اجتني الأوامر لأمن حدا يروح على حلب ويشترينا البواريد اللي رح تصل بعد يومين، وما لقيت غيرك لهالسفرة، لأني محسوبك مكلف بشي تاني من الكبير. وأنا جاهز. إيه الله يحيي البطن اللي حملك. الله محيي شاربك يا أبو حسن. إمتى السفر بإذن الله؟ بعد ساعتين بتكون أنت وعبد الوهاب بكراج حلب، ولازم وش الصبح تكونوا عند أبو النور. عنوانه بحلب صار مع عبد الوهاب. بسيك أبو شاب، هذا الخنجر هو العلامة اللي رح تعرفكم على بعضكم. من بعد أمرك يا أبو شهاب، لا تسلموا لحدا ولا ترجع بلاه. مشي. لو جهز حالي لك. الله يقويك أبو شهاب. يلي بقلك عليه أبو شهاب بتساوي. وما بدي اياك تنسى عنوان أبو النور. وصل عمي وصل، وبإذن الله ميسرة. يلا جهز حالك للسفر. يلا يا رب. عبد الوهاب. مورم يا ابو حسن. انا بحبك لانك رجال. ربي خلينا اياك عمي. والكبير كمان بحبك. عن حق عم تحكي عمي؟ ربي خلينا اياكم. الله اكبر الله اكبر. ماشي الحال سيدي. لحد هلا ماشي الحال، بس بحب نبهك ما لا طلع من بيتك شهر كامل، واذا طلعت منه قبل نهايه الشهر فبصير طالع يا ابو عادل. فهمت امرك سيدي، وما راح طالعها بسنه كمان. انت حر ابو عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اخي، ما بدك تروح معي لعند امك؟ لا اخي لا، انا بروح بكره لعندها لحالي. روح معه أخي. لا أختي لا، خلص عصام تيسر أنت وسلم لي عليها. ماشي أخي مثل ما بدك. عصام سلم على أمك. ها وأنا كمان. أي بوصلي إياها كتير، وإلا نحن مشتاقين لك كتير. يصل يصل أختي. السلام عليكم. شفتي شو صار فيني يا أبو؟ كل الناس عرفت وما ضل حدا بضحك علينا. أعز أصحاب أبي ما عاد شفناهم، داري إنا أعداء بالحارة ونحن مانا دريانين. لك حتى خالي. شو أبو خالك ولا؟ خالي؟ شو جاي تساوي هون ولا؟ شو جاي تساوي؟ جاي أشوف أمي خالي. انقلع من هون انقلع.
عم تقلعني يا خال؟ عم تقلعني؟ ايه عم قلعه. عم تضربني يا خال؟ انت قلع انت وابوك ما عاد يكون عنا شيء فهمت؟ شوف الله يعافيك. انا روحي هيك امشي قدامي برا 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 اذا بتشوفك هون بتكسر رجلك. طلع لقد طلع. ليش ضربته؟ ليش؟ انا ما ضربته لاني بكرهه، انا ضربته لانه ما خبرنا من اول مشكله. لو كنت انا بعرف ما كان صار اللي صار. اوعك تفكري اني انا رضيان على طلاقك. ها وهذا ابو عصام ابو بطيخ لازم يعرف انك غالي علينا كثير. ما راح تاكله اياها والله، ما راح تاكله اياها. ضربك وصيك عقيد. اتكل على الله. هاي المصاري ما بتأمن إلا لأبو النور وهو بياخدك لعندهم. مشي. إذا طول سلاح بتضلك هنيك حتى يجي وتشتريه، والباقي عند أبو النور. من بعد أمرك عقيد. ولا يهمك، ميسرة بإذن الله. قولوا الله. شرفوا يا رجال. الله معكم. الله السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الله معك عبد الوهاب. يلا يا شباب بتوصلون على الطريق وبترجعوا مع الخيل. الله معكم يا رجال. يلا يا رجال جهزوا لي الخيل. كمان اليوم ما اجى على الدكان. مشان الله يا رجال، ابنك بده حكيم. لشو الحكيم؟ من امبارح ما عاد شي بتمه، لك يضرب الشغل وتضرب الدكان ويضرب المال قدام الولد. بوس ايدك بوس ايدك. الله يوفقك الله يوفقك بده حكيم. إبراهيم ما تقوم على حيلك يا بي. شو ليش ما عم ترد؟ بدك تضل ساكت هيك؟ سامي يا اخوان بنقول ان شاء الله بعد بكره. ان شاء الله بعد بكره. عصام تعال شايفي استناني شوي عاوزك. الله شايفي. طمني شلون الوليد؟ تعبان يا شيخي تعبان. لا حول ولا قوة إلا بالله، هي أمك الحق عليها، الله يصلحها ويهديها. يعني لو وافقت هذيك الخطرة ما كان صار اللي صار. هيك الله رايد يا سيدنا. أمنت بالله، بس أنا ما رح سكت ولازم المي ترجع لمجاريها ولازم ردهم لبعضهم.
ايدي بايدك شيخنا، ايدي بايدك. لا تقنطوا من رحمه الله، باذن الله بكره انا رايح لعند ابو قاسم وحاول يرجع ست الوالده. باذن الله ابو قاسم ما راح يرفض لي طلب. الله يطول لك، صلي على النبي يا شيخ. استغفر الله العظيم، توكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليك شيخ خير يا مو؟ احكي شوفي يا مو. بدي اقول لك شغله، والله ما عارفه شو بدي احكي. احكي تقبرني، ليش مستحي؟ مو احكي لي مع ابي. شو بدي احكي معه؟ بدي اتجوز. ايه وليش مستحي تقولها؟ تقبر قلبي، انت صرت رجال بدي افرح فيك وجوزك. يعني حتوافق وتخطبي لي اياها يا مو؟ جميله، بس شو يا مو؟ يعني هلا بالوقت الحاضر يمكن ابوك ما يوافق. ليش ما يوافق؟ يعني قصة أبو عصام ونومته بالدكان وطلق مرته وهالفضيحة اللي صارت، يعني هلا بالوقت الحاضر ما رح أقدر أحكي بهالموضوع. لا تعسري يا بوشي، الله يوفقك. دبرية من عندك يا مو. طيب مهلني كم يوم على بين ما تروق الحالة، وأنا بإذن الله بوعدك إنه جميلة ما تكون إلا إلك. الله يخلي لي إياك يا مو، الله يوفقك. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. بعد بكرة الصيام إذا الله أحيانا نحن وأنتم ألف خير. كل عام وأنتم بخير سيدنا. من شان هيك الفقر لازم ما يحسوا بالجوع، وبدنا نفتح عيدنا شوي. رمضان بده مصاري كتير، ولا تنسوا الأولاد بدهم كسوة العيد وما بدنا نقصر عليهم. إن شاء الله ما بنقصر سيدي. بارك الله فيك يا أبو قاسم. البيوت المستورة كلياتنا بنعرفها، وإذا في غيره نقوله مشان نعمل حسابه، وإذا في حدا عنده شيء يقوله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. الله معك يا كريم يا رب. هلا هذا خرج يستلم الحارة من أبو عصام بدال العقيم. أعوذ بالله، شو جاب لجاب؟ فرق كبير أخي أبو حاتم، مشان مشكلة صغيرة أجلها حتى يجي أبو شهاب. بقى شلون ما صار له شي مشكلة كبيرة بالحارة؟ أخي أنا ما رح أخذ أوامري إلا من أبو عصام. بس بكرة بيزعل منك أبو قاسي. ما بدي أسمع عنه شي سيدي. بس أبو عصام هلأ مو وقتها. ماشي الحال، بكرة إذا الله راد رح أجي لعندك على الحمام ونحكي بها الموضوع. السلام عليكم. سلام. أخي أحسن شيء يستلم الحارة أبو عصام، غير هيك ما بيمشي الشغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو رأيك سيدنا؟ من أني ناحية؟ تبي أوامر أبو قاسم؟ مالها مزبوطة بنوب سيدنا. الله يطول عمرك، ما خرجوا يستلم شيء. الله يرجع أبو شهاب خير وسلامة، لأنه تفاهم مع أبو قاسم صعب، لكن بيعرف حاله غلطان وبده يمشي رأيه علينا. هذا الموضوع اللي كنت عم بحكي أنا وجاري أبو مرسوم. كل شيء منقول ماشي الحال ومنستنى ليرجع أبو شهاب، بس ليش وقف معونة أبو عمر البوابيري الله يرحمه؟ هذا اللي ما كنت أفهمه. ما بده ينفذ أوامر أبو عصام. ليش؟ لأنه هو اللي أمر بصرف معونة لبيت البوابيري من صندوق الحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله على العقلية المايلة. لك شو دخل زعله مع أبو عصام بمعونة بيوت الناس المستورة؟ طلاق أخته هو السبب سيدي. شبه بشير. شو ابن عمي؟ بده يتجوز. وانت شو قلتي له؟ قلت له يطول باله شوي على بين ما تهدأ أحوال الحارة. شغلة أبو عصام لا على البال ولا على الخاطر، بس هو كتومي كمان ما بحب حدا يعرف اللي بقلبه. لو قال لي كنت ساعدته. يبعت لي 100 حمة أنا. وليش عم تدعي على حالك؟ انت شو دخلك؟ لأني كنت بعرف وما خبرتك. شلون؟ لأني كنت بعرف الطلاق سعاد من أول يوم، وأنه أبو عصام عم بينام بدكانته. تعرفي وما خبرتيني؟ يبعت لي 100 حمى. قولك يبعت لك 600 حمى. بستاهل والله العظيم بستاهل. قولك ليش ما خبرتيني؟ لأني ما صدقتها، والله ما صدقتها. ومين هي اللي ما صدقتيها؟ حمات عصام فريال اجت لهون وحكت لي، بس والله العظيم قلعتها من البيت، قلعتها من هون. الله لا يعطيك العافية.
ولك هذا خبر بيتخبى، هذا خبر. بعدين من امتى كنت تخبي عني خبر مثل هذا؟ من امتى؟ والله ما بعرف شو اللي خلاني خبي عليك. يبعث لي داء السل. لك ان شاء الله بتخرسي لحتى ما اسمع حسك. ان شاء الله بستاهل، بستاهل والله العظيم بستاهل. ولك الله لا يعطيك العافيه. ولك لو خبرتيني ما كان صار اللي صار. اطلعي من خلتي، اطلعي احسن ما انزع مساكي. اطلعي. امرك امرك ابن عمي. ما عم تزبط، ما عم تزبط. شو هاي اللي ما عم تزبط ابن عمي؟ هلا ابي كم يوم نام بالدكان؟ اكثر من جمعه ابن عمي. مزبوط، ابي نام بالدكان 11 يوم وما حدا عرف لا بطلاق امي ولا بنومه ابي بالدكان. مزبوط. بقى شو يلي خلى اهل الحاره يجتمعوا على خالي كلهم سوا قدام الدكان؟ يمكن اللي حط القفل فوق القفل ابن عمي. وليش ما تقولي انه في حدا كان عم يطبخ فضيحة أمي وأبي بالحارة وما استويت إلا بنفس اليوم اللي بدي رجع فيه أبي أمي؟ بتعرفي مين هذا لطفية؟ وأنا شو بيعرفني ابن عمي؟ ما بتعرفي؟ ما لا، ما هذا اللي عم يخليني يصير مثل المجنون. بس بسيطة إلا ما أعرفه. ساعتها يا ويل ويا ظلام ليل ونهار. والله شرفتونا وشرفتوا حلب خيو. الحمد لله على السلامة خيو. أبو محسوبك أبو شهاب. أهلين أبو شهاب. أهلين. ليت أهلين. ومن الأخ بلا صغرى؟ عبد الوهاب من قبضايات الشام يلي على كيف كيفه. على راسي كل القبضايات. تفضلوا يا شباب، تفضلوا. تفضلوا خيو. شرف. تفضلوا. سوينا برات شاي خيتو. هذا عم بيصير معنا يا أبو شهاب. يعني مو مبين شيء لحديت هلا؟ ما بطلع بإيدنا شيء خيو. الحدود إلها مسكرة أكثر من شهرين، والدرك حيسين علينا وعم بيراقبوا الطريق بالليل وبالنهار، وجماعتنا ورجالنا ما عم بيقدروا يساوي شيء. وحياتك والعمل أبو النور، السلاح من كل بد لازم يتأمن. ما بطلع بإيدنا شيء، لازم نصبر. الله يجيبك يا طولة البال، بس ما تمطمت هالقصة. كله بإيد ربك. الله يديم علينا النعم. ابن عمي بدي روح لعند أبي. مشان شو؟ مشان شو الوحدة بتروح لعند أبوها؟ يعني مشتقت لها من وقت هديك القصة. هاي معك حق فيها. بتروحي لعند أبوك وبس، لعند أمك اللي مطلقة ما في روحها. فهمتي؟ وينك؟ إذا بدك نامي عنده نامي، ما في مانع. ليش هيك مستقلع؟ بعدين أمي صار اسمها المطلقة؟ عم تحكي جد نوري؟ صدقني يا سيدي. يعني أبو عصام ما عاد له شوكة بالحارة؟ كسروا له يا سيدي. بعدين يمكن أخت العقيد أبو شهاب ملعته من البيت سيدي. معناها بيت ورج الكرسي. أكيد سيدي أكيد، وما له طعمة. نوري صراف. حاضر سيدي. ويا ترى ليش ابو عصام كان نايم بالدكان؟ وين أبوك؟ جوا بالمربع. ماشي. شلونك بالتحماي؟
الحمد لله، انت شلونك؟ انا الحمد لله منيحه كثير. شو لسه ما خلصتوا شغل؟ هي لا مرتاحي لسه عم اشتغل. ايه انا من زمان خلصت شغل، وكان عندي شويه غسيل غسلتهم ونشرتهم، ولو ما عصام بده يجي يفطر عند عمي ابو عصام كنت عملت له احلى فطور. اي ما شاء الله حولك. ومن امتى صاير عندك هالشطاره؟ من زمان حبيبتي، من زمان. ايه كنتي فرجينا اياها لما كنتي ساكنه عنا يا فالحه. خلصنا جميله شبنا؟ لا خليها تفهم وتتذكر حالها مين كان يخدمها وينظف من بعدها لما كانت ساكنه عنا. حبيبتي انا ماني بعازه حدا يخدمني، انا بلحق لعشر بيوت، اصلا كنت بتمنى يكون عندي بيت كبير بعشر مطارح لحتى ورجيكي شطارتي. ايه حبيبتي انت ببيت وقطين وطالع صيتك انك وخمه وعفاشيه وما عم بتلحقي، بقى شلون اذا كان عندك بيت بعشر مطارح؟ يمكن تطلع ريحته لاخر الحاره مرت اخي. شوفي ليش طالعه اصواتكم؟ ما في شيء اخي، ما في شيء ابن عمي، بس كنت عم اعطي اخواتك درس بالنظافه. شو ها؟ عم تعلمي اخواتي النظافه؟ لا بس عم بس شو؟ قصدي يعني خلصيها خلصي وسدي حلقك ولا تتدخلي فيهم بنوب هالطفيه، اخواتي بيعلموا الحاره النظافه والرتابه، فهمتي؟ حاضر حاضر. يلا فوتي حطي لنا فطور انت واخواتي. يلا دلال. حاضر اخي. استني خذي الطفيه معك، علميها النظافه وقصر لسان. بعدين يا بي انا ضل هيك قاعدين بالبيت وحاطين الهم بقلبنا يا بي، شو بدك يعني نسوي؟ يعني نغني ونرقص؟ طيب يا اما نقوم على الشغل ونفتح الدكانه، يا اما شو؟ يا اما قل لي مين هذا اللي عمل معك هيك وحط القفل فوق قفل باب الدكانه يا بي، قل لي مين هو اللي اطلع لك بروحه هلا. قل لي هلا مو وقت لك ابي، مو وقت، الله يرضى عليك مو وقت، بس شي تمر على خير ما راح تمر على خير، كل شي بوانه حلو. يا بي هو من الحارة شي؟ لا قصدي لحدا يسأل يا بي، وقت بيصير وقته أول واحد حيعرف أنت يا بي، أول واحد حيعرف أنت. وليش مو أنا يا بي؟ خلصت بقى أنت وياه. شوفوا مين في عالباب. حاضر يا بي. ماشي الحال ماشي الحال. شو لوين اخي؟ على الحاره بركض انبهضه فيه لهالواطي. لا اله الا الله. شو بابا تايه؟ قولي شو بنا كلياتنا. فوتي اختي. بس نحن مستعجلين كثير يا ابو النور. لا تاكل هم خيو ابو شاب، ايش بك؟ انا هلا ببعث ورا ابو طوني وبخليه يجي لهون وبجمعك معه. مين ابو طوني بلا صغرى؟ أبو طوني شاب أبضاي، شرواكم بالخير. الله محيي حلب كلها لأجلك يا أبو النور. على راسي يا أبو شهاب. بعدين هذا أبو طوني بإيده كل اللي بدنا يا. ورنتو بعيدة من هون؟ يعني سفر ساعتين زمان. طيب خلينا نحن نروح لعنده. لا 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 خليه يجي لهون أأمن. إيه بأمرك مثل ما بدك. ما حدا مرتاح لك أخي، ما حدا مرتاح. الله يبعث له حمى للي كان السبب. قولي 60 حمى يلي عمل الفضيحة بالحارة. هلك والله بيستاهل اللعنة قليل هالقصر، أخ لو أعرف مين هو بس. إلا ما نعرفه أختي، إلا ما نعرفه. لك إلهي روح قتل وما ينعرف من غريمه يا حق. الله حيو بحاتي. أهلين أفهد. إجا صاحبك. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين ابو عصام، تفضل تفضل. حاتم عاوزك. على راسي. ما عاد بين. مين؟ سطيف. لا والله ما عاد بين من يوم ال ما عاد اجى على الحاره. طيب الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. اهلين حكيم، الله معك. شو ابو صاحبك؟ ما ابو شيء. سالك عن سطيف؟ اهلك ابو مرزوق. لك شو لك؟ بديان عمياء فهمناها، كمان طرشان. Thank you.
مثل ما بدك. يلا ناويني الخبزات بقى. شفتيها يلي عاملة حالة فالحة؟ شحة قاعدة بالليوان ونازلة لبت وعجن. هلا يمينة من سيرتها وليلي، شو كان بده منك ابن الفران؟ بده يبعت أمه مشانك. وانت شو قلتي له؟ اوعك يا جميلة، هلا مو وقتها ولا بقى تحكي معه، الله يوفقك. وليش اختي؟ لك والله ما يشوفك ابوك او اخوك معتز عم تحكي معه ليقيموا قيامتك ويشخطوك على البلوعة. ولي على قامتي ان شاء الله. شو صار لك يا عمو؟ شو صار لك يا حبيبي انت؟ قوم يا روحي قوم، قوم خليني شوفك واقف قدامي. قوم يا عمري انت، يا عمري سلامتك يا عمري يا روحي انت. اجا لهون وطلق. تقطع انا على هالخبرية؟ شو ذنب دلالة تطلق؟ حكم القوي على ضعيف. سدي حالك لطفية، نحن ما نضعه وحياتك ليبوس ايدينا وشه وقفل لحتى نرضى نرجع له اياها. والله الشغله لا كانت على البال ولا على الخاطر. لك حتى سعيد صاير راسه كبير ونازل فيني مسخره طول الوقت عم يستني تخسير لك اخي. وليش طولها انسانه عليكي؟ مشان طلاق امك ونومه ابوك بالدكان. وين راح؟ ولي لك انت ما عاد تسي على حالك وتلم لسانك، شو فكر حالك اخذ وحده مال اهلي عديم الاصل؟ عصام احترم حالك وخليك مؤدبها. ليش انت احترمت حالك لحتى نحترمها؟ لك نحن بشو قسمنا معك؟ اه؟ جوزناك بوران وما معك نقله، لك حتى حق الفرشه ما كان معك. انما معلش، سعيد رجال طيب ومن اصل. شايف رح تخلينا نغير نظرتنا فيك ونسمعك كلام ما بيعجبك نوب. عصام احكي معدل احسن لك. ها شو بدك تساوي؟ هي انا واقف قدامك، فرجيني حالك اللي عامل حالك رجال. رجال وغصبا عنك. بوران سكتي اخوك احسن ما لحق بامك. ها يعني شو بتعمل؟ بتطلقها؟ عم بقول لك سكتي اخوك. مشان الله اخي، خلص مشان الله اختي، ما كان قصده، ما كان قصده، ما كان قصده. وعم يطول لساني عليك وعلينا ونازل فينا مسبات. واقف عندك، أنا ما سبيت حدا وسأل أختك. المسخرة اللي عم تتمسخرها أمر من المسبات يا فهمان. ولا فكر حالك كبرت شوي وصار وضعك أحسن. نسيت؟ نسيت كيف كنت قبل ما تجوز أختي بوران؟ ولا ذكرك بحالك؟ عم تعيرني بفقري يا عصام؟ معلش. مشان الله أخي، خلص مشان الله. أنا ما معيرك يا سعيد، بس أنت زودت كتير، وبدل ما توقف معنا شايفك جيت علينا، وما حدا بيرضى ينجاب معدله بالأرض. أنت مانك شايف كيف صارت معاملة أختك إلي؟ والله لو عايش مع عدوي مو هيك. ولو شو ما صار ما بصير تحكي علينا وعلى عيلتنا. بقى بتضب لسانك وبتزين كلامك، وانت بتعرف مين عيلتنا وعيلة امي، فهمت؟ كل سنة وانت سالم يا بي. انت سالمي لك يا بي، انت سالمي. ابراهيم ما تحسن يا رجال، شفت شي حكيم تاني؟ لك شبو شبو لساته على حاله. الحكيم قال ما في شيء. برك الحكيم ما فهم شو وجعه. شو انا جايب له حمار؟ جايب له حكيم بيفهم على قد ابو عصام بعشر مرات.
وفحصه وما طلع معه شيء. بس والله أنا خايفة عليه. لا تخافي لا تخافي، خليه يقوم يغسل وشه ويأكل له لقمتين، وإذا بده يلحقني على الحمام قلي له حاجة دلالة علينا بقى. عيب على الرجال، عيب عليه يصير فيه هيك من شان شغلة فاضية. عيب. بهالشهر الفضيل بنادي منادي: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أخسر. بقى شوف يا رباسي. بدك ما تأخذني يا سيدي، هالشغلة خليك براني فيها ولا تتدخل فيها. الله يخليك. عم أقول لك أبو عصام كان بده يرجعها لو ما هي. يا سيدي يا سيدي، اللي صار بالحارة ما له قليل. الزلمة فضحنا على شيء ما له طعمه. يعني هلأ شو؟ هلأ ما في حكي سيدي، نحن ما عاد بدنا يا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ابو قاسم. وعليكم السلام. عاد عليك بالصحه والسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. عدو مور معلمين. علي ابو ابراهيم صهرنا. شرف عمي. وين راح الشيخ العلمي؟ هذا شغلك عدو، روح على شغلك. لا لا، بس كنا بدنا نحلي قبل ما يروح يا معلم. سيدي بترجاك تخليهم يشلحوا عليهم. شو صارت حالتهم؟ جسمهم نهلك من كتر الشور. لا خليهم هيك، بدي ربيهم واحد واحد. بترجاك هلا تخليهم سيدي. مشانك ما في. حرك انت وياه، اشلحوا وايكم وجعوا. يلا. كتر خيرك عم جودان، والله العظيم انك تقطع. هاي عقوبه الهم. ليش شو صار سيدي؟ مو شغلك لك. إن شاء الله لا تقلق، فينا تلف جسمك شوي. نعيمة سيدي. الله ينعم عليك. وقف عندك الغلط. نعم سيدي. وين رايح؟ على البراني سيدي. اطلع بس لا تطول كثير. ها تحمل حالك وتروح على بيتك قدام بكير مشان الناس. أمرك أمرك سيدي أمرك. على شو ما يتأخر أبو غالب سيدي؟ اني عينتهم سحر بحارتهم بدل المرحوم. اه بس يمكن ما حدا يقبل. وليش حتى ما يقبلوا؟ لانه ابن المسحر الله يرحمه هو اللي بده يستلم الطارة. عملت حسابي وعينتهم مسحر بحارة ابو النار. يعني عملتوا تبديل اماكن سيدي؟ معلوم لازم يكون في تبديلات، وبالاخص بعد الصلحة بين حارتهم وحارة ابو النار. أمور يا بي. صدق الله العظيم يا بي. الله يحن عليك، نضجب النسحور نتسحر وروح. مشي. بس مثل شو يا بي؟ شوف أختك دلال أبي. أمرك يا بي أمرك. بشو عم تفكر ابن عمي؟ بشي ما بيخصك. لساتك زعلان من اخي عصام؟ انت شو رايك؟ معلش لا تزعل منه الله يخليك. ما ازعل منه؟ برايك يعني انبسط على البهدله اللي بهدلني اياها قدام الاولاد؟ بدك ما تواخذه، الله يعينه حامل الحمل لحاله ومو عرفان كيف بده يطلع حاله من المصيبه اللي وقع فيها. وانا شو دخلني لحتى يفش خلقه فيني؟ شو انا عدو له لامه ولابوه ولا شايفني ولد صغير قدامه؟ انت كمان ما ساعدته، صرت تتمسخر عليه وعلى امي. شو بدك انا اساوي؟ شغله ما بتخصني وما بدي وجع راسي فيها ومالي حابب ادخل فيها، ذات العيله كلها مالي فيها شيء. ها شفت شلون كلامك ماله موزون وكله مسخره؟ هذا بدل ما توقف معنا وتساعدنا. بوران اسمعيني منيح، سيره امك ما بقى تنفتح بالبيت، وقسما عظما اذا بتفتحي سيرتها للحقك بامك. فهمتي ولا ما فهمتي؟ يعني بتطلعني سعيد؟ وما بسأل لا عليك ولا على أهلك. هيك عم تحكي؟ ايه ستي هيك عم بحكي. ذاتا انت مثل امك نمرودة، وابوك ما غلط، ما عم تستاهل اكثر من هيك. لك خرج الله لا يقيمها. والله مالي قاعدة عندك، ذاتا انت واحد تكرهنا وما بتحب اللي ساعدوه. دربي ست ما يرد، انا ما عاد بدي اياكي. يلا شوف طلعي لبيت اهلك، خلي ابوك يتحمل غلاظاتك ودمك، خليه يربيك منيح.
أبو طوني من كباري تجار حلب ومن اللي عم يخدموا هالبلد. ميت أهلين وسهلين، شرفنا بمعرفتك يا طيب. يا أهلين وسهلين بالمأهل والله. أبو شهاب من طرف أخونا أبو حسن، والأخ عبد الوهاب واحد من رجاله. أهلا وسهلا، شرفتوا والله. أهلا وسهلا. يم شرفك عمي. تفضل تفضل بركو خيو، تفضل. إيه خيو، إيش المطلوب مني؟ أخونا أبو حسن بعت لك معي المصاري منشان السلاح. خليهم معك، الحدود مراقبة والحالة ما بتطمن، ولهلأ ما صار معنا شيء. ولأيمتى يعني أخي أبو طوني؟ يعني بدها كم يوم. على كل حال أنا ببعت خبر مع واحد مرجينا بدله على الطريق لهوني ومعه كل التفاصيل. أيوة إيه، مشكور سلف عمي أبو طوني، مشكور سلف. ولو يا أبو شهاب. إيه خيو بالنور، وين الشاي؟ إيه من عيوني أنا، إيه براسي أنا بعملكم شاي خيو. لك وصلك على باب بيتنا وفركة. بورا خيبت أختي، ليش عم تبكي؟ لك شو في بورا؟ فوتي أنت أختي، فوتي بتاعي والصباح تبع. قومي أختي، قومي قومي، فوتي لجوا أختي، فوتي. طولي بالك اختي، طولي بالك. بهدلني قدام ولادي. خلص اختي طولي بالك، سعيد ما بيستغني عنك. خلص اختي مشان الله حاجتك. الحق على اخوك عصام، ليش لحتى يتهجم على سهره؟ ايش السهر ما عاد له احترام بهالايام؟ لا جوزي هو اللي غلط، هو اللي غلط وما حمل الهم معنا. يا اختي كمان هو الله يعينه، شو بده يحمل ليحمل الثاني؟ ما بيكفي رزقته القليله والديون اللي عم تزرب من كواع وزرب؟ ايه بس ما معه حق يقلع اختك من بيته، هي شو دخلها بخناقته مع عصام؟ شو دخلها؟ ايه كل شيء لحال. اسكتي اسكتي مشان الله اسكتي، قال ما دخلها. قال عم قلك عصام ما معه حق يبهدل سهره، وهو كمان ما معه حق. ايه شو نحن غرب عنه، لازم يحمل معنا الهم ويساعدنا. ايه هو شو خصه بمشكلتنا؟ يعني إلا ما سواها صغرك سعيد ولا على أختها. حماماتي شو بده يطلع معهم منه؟ ليش مو عاجبك يا حماماتي لك معتز؟ لا مو عاجبني. إن شاء الله عمره ما يعجبك. لك يا مسود لا. لك يا بيت أنت. لك ومأنبر كمان. والله شو خشرني والله. أبينا الحكاية ولا؟ للي سمع. لك؟ أدي هالحكي اللي حكيته يا حماماتي بتقدي؟ لهلك معتز لا. كبير عليك هلك معتز. صغيري على قدها، قاشته اخي يمشي. طولوا بابا يا شباب، على شوفوا لها. على وحاتم حقك عندي بهالرقبة. بسيطة أبو عصام، اللي عندك عندي. امشي تقدمي، امشي حريوك. تبدو يا يا لهوي، ما بدي شوف وشك. نو كسر درمي. يلا حروك. يلا يا رجال، يلا يا رجال. ضد بالأهوي بسرعة. ماشي معلق ماشي. يعني شو هالذنب اللي سويته بالحارة لحتى الناس عم تعمل معنا هيك يا بي؟ لسه خالي من قرنيه وصولي من قرنيه وأهل الحارة من قرنيه. كله مقدور عليه لك يا بي، كله مقدور عليه. إش كانت الحارة عمي، وفي الله موجود والله شايف كل شيء، بس أنا قايلكم نعي ومشاكل وخنائق بالحارة ما بقى لقتني. يعني نسكتلن يا بي؟ والله والله يلي بده يجيب معدلنا بكلمة زايحة، بدي أحسب الله ما خلقه أولهم يلي كان سبب فضيحتك بالحارة يا بي. إركون بقى حاجتك جنان، قلت لك هذا حسابه بعدين.
ولك انا كم مره قايل لكم انه الصهر لا بينضرب ولا بينهان؟ كم مره قايل يا ابي؟ انا ما ضربته، ما ضربته، ما ضربته، بس فهمته لك ابي، هنتو بهدلته قدام اختك وشعر اختك، شعر حرداني عنده منها هون بالبيت، يعني يرمي عليها يمين الطلاق يا ابي. هو كمان زودها، زودها كثير. ولك شو من عمل لك ابي؟ شو من عمل؟ ولك هذا الصهر ما بينضرب هاد؟ لك يا ابي لا بشوف قيمه الناس، الناس ما بتشوف قيمته، ولك هذا صهرك حامي عرضك. يعني مو حلوه الزعله اللي سواها معتز بالحاره يا ابو حفي؟ مو حلوه؟ روينا ابو مرزوق، معتز على سلامته مو ازعر. صحيح خلو ديه والولد فاير ما شاء الله حلو، بس اشهد بالله انه مربى مربى. شري والله ما له الحق، ديني رمضان يا ابو حاتم. فدا اجرون عصام ومعتز زينة شباب الحارة، ادب ونسب، وهدم كل شابين هن الزعران، وهن اللي تحركشوا فيهم، وهن اللي جابوا معدل ابوهم، وانا ملعون من هون من عندي من القهوه اكثر من مره لانه لهم اسبائيات. وهلا وبكره اللي بده يجيب سيره تبع عصام ولاده ما له فوت لعندي هالقهوه هون، ولو كان براسه ريشه. والحاضر يعلم الغايب. يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركن، قوموا جاي رمضان يزوركن. مرحبا بماجد. اهلي وسهلين ابو غالي، صدقني اجيت بوقتك، عود السحر معي ان شاء الله. صحتين وهنا. يا سامعين ذكر النبي على المصطفى صلوا، لولا النبي من بنى جامع ولا صلوا. يا نايم وحد الدايم، قوموا للي ما بتدوموا، قوموا على سحوركم قوموا، واذكروا ربكم الغفور، لا إله إلا الله هي حصنكم الحصين، هي درعكم المتين، هي شفاء للصدور، هي نور على نور. يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم قوموا، قوموا يلي ما بتدوموا. يا ابراهيم قوم وحد الله، قوم قوم على سحورك قوم. يا نايم وحد الدايم، قوموا يلي ما بتدوموا. يا ابو حاتم قوم وحد الله، قوم. يا نايم وحد الدايم، يا بشير قوم وحد اللي عينه ما بتغمض ولا بتنام، قوم قوم على سحورك قوم. يا نايم وحد الدايم. وصلت لزقاق ابو عصام، لك ان شاء الله بنام ما في اذا فيقه، ان شاء الله عملكم ما تتسحروا. عالنبي لعدنان صلوا، على صاحب الفرش صلوا، على صاحب البراق صلوا، على صاحب المعراج صلوا. يا نايم وحد الدايم، قوموا يا امام الدوم. عزيب الشاي يا مو، انت في يا ابوكي. يا مو بشير، فيق يا مو. قوم اتسحر تقبرني، يلا قوم. ساويت اكتشاف الامر الدين؟ لا هلا بساوي لك. وين ابراهيم؟ بوطه. شو ما بده يتسحر؟ ما له قدره ياكل.
ما كنا نخلص من دلاله؟ هي صار له كم يوم ما عم يجي على الدكان وانا ساكت له. ابنك ما عم يدلل يا رجال، ابنك بده حكيم يفهم شو وجعه. يعني ضعفان عن حقه حي حاجبا يا رجال، رح يروح الولد من بين ايدينا وانت مالك سائل عنه. قوم شوف شبه، قوم شان الله قوم. شبك يا أبي شبك؟ شو صبرك؟ فهمني. كل هذا لأني قلت لك روح طلق دلال. البنات أكثر من الهم على القلب. والله لجوزك أحلى منها وبنت عيلة وناس أكثر من عيلة أبو عصام. بعدين عيب عليك، عيب يصير فيك هيك. أنت رجال والرجال ما بيزعل على شيء، راح وفي منه كتير وأحسن منه كمان. ما هيك يا ابني؟ قوم الله يرضى عليك قوم الحالة، خلينا نتسحر يلا. No, no, no.